هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. رجعت لكم بالفيديو الأسبوعي من فقرة شخبار هوليوود، الفقرة اللي ناخذ فيها أهم وآخر الأخبار في عالم السينما والتلفزيون وهوليوود بشكل عام، وكمان شوية من برا هوليوود. عشان لا يكثر الكلام وتطول المقدمة يا جماعة، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم. ولو أعجبكم الفيديو حابين تدعموا القناة، ترى زر اللايك أكبر دعم ممكن تقدموه للقناة. تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجودة في صندوق الوصف. خلاص ما عاد بقي شيء، بنبدا ون بيس، خليك معنا على تويتش كمان، وبرضه قناة الالعاب والمختصة بشكل كبير في عالم ماينكرافت راح تلقوها في صندوق الوصف برضه. غير كذا اربطوا لي احزمتكم ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. ذا ويتشر يا جماعة مسلسل له شعبيته وله جمهوره في كل أرجاء العالم، ومش بس المسلسل، كمان اللعبة واللي هي أصلا موجودة من قبل وجود المسلسل. وبرضو قبل ما يكون في مسلسل أو لعبة اسمها ذا ويتشر، ذا ويتشر في الأصل مجموعة روايات أو قصص قصيرة انتشرت أو تم نشرها سنة 1986. المهم يا جماعة إنه هنري كافل كان شايل الدور على أكتافه داخل المسلسل، ومقدم دور ذا ويتشر أو جيرالت زي اللوز، وأموره 10 على 10. وكثير أثنوا على اختيار الممثل وقدرته الرهيبة في تجسيد دور ذا ويتشر، ولكن فجأة وبدون سبب واضح إلى تاريخ هذا الفيديو راح يتم استبدال الممثل هنري كافل بالممثل ليام هيمسوورث. أيوة أنت سمعتني صح، إذنك سليمة وعشرة على عشرة. شخصية ذا ويتشر جيرالت اللي يقدمها هنري كافل راح يقدمها بالنيابة عنه وابتداء من الموسم الرابع الممثل ليام هيمسوورث. كيف؟ إزاي؟ ليش؟ أنا ذات نفسي مش عارف. وذا الحين كيف الطريقة؟ أنا ما عندي مشكلة مع ليام هيمسوورث، بالعكس ممثل جيد وأعتقد أنه راح يقدم الدور يعني بشكل كويس، بس مشكلتي مع فكرة أنه الناس والجمهور تعودوا على أداء شخصية ذا ويتشر بواسطة هنري كافل، ومو أي شخصية، شخصية ذا ويتشر، شخصية جيرالت، وفجأة يا نتفليكس قررتوا أنكم تستبدلوه. ترى الحركة هذه الجمهور يكرهها يكرهها يكرهها. الممثل أو الممثلة لما يموتوا في الواقع يعني، ويضطروا شركات الإنتاج أنهم يستبدلوهم بممثل ممثلين او ممثلات ثانيين، الجمهور كمان يكون مره زعلان ومتضايق، بالرغم من انه الموضوع خارج السيطره. فما بالكم انكم تسووا ذي الحركه وتخلوا الناس يتعودوا على هنري كافل باداء شخصيه ذا ويتشر وفجاه تستبدله. الحركه هذه الجمهور مره ما يحبها، والمسلسل راح يفقد شعبيته بشكل كبير ما فيها كلام. بعدين نتفليكس يعني وش متوقع منه؟ اذا ما جابوا العيد في المسلسل وقصته واحداثه بلا بلا بلا، راح يجيبوا العيد في جهه ثانيه من المسلسل. لا تخاف، نتفليكس مبدعين في كيف انهم يجيبوا العيد. عموما قد يكون انسحاب هنري كافل من الدور لعده اسباب، أحدهما أو كلاهما ممكن يكون حصل اختلاف في تجديد العقد من ناحية الرواتب وبنود العقد وما إلى ذلك، وقرر هنري كافل أنهم يقول لهم لا يا جماعة العقد مو مناسبني أنا بمشي. وممكن يكون هنري كافل قرر أنه ينسحب علشان يتفرغ لعالم دي سي، بحكم أنه أصلا الآن رجع لأداء شخصية سوبرمان أو مان أوف ستيل. وممكن وممكن وممكن، واللي هو احتمال ضعيف جدا، أنه هنري كافل قال يا جماعة بس خلاص والله أنا اكتفيت، ما أبغى أقدم شخصية ذا ويتشر أكثر من كذا، لازم أبدأ أتوجه لأشياء جديدة وتجارب مختلفة. وبشكل عام يا جماعة أيا كان السبب، اللوم في النهاية راح يرجع على مين؟ على نتفليكس، لأنه هي المسؤولة على الحفاظ على طاقم الممثلين وأبطال مسلسلاتها وأعمالها بشكل عام. وفي إشاعات، ولكنها ما زالت إشاعات يعني، ولكنها قوية جالسة تدور في الأرجاء ذي الأيام، وهي أنه في احتمال أنه هنري كافل يشارك في المواسم القادمة من مسلسل آل التنين بشخصية معينة. ايش هي؟ الله اعلم. وبشكل عام يا جماعه ايا كان اللي قاعد يصير مع هنري كافل، نتمنى له كل التوفيق وجود لك. مخرج فيلم إنولا هولمز الجزء الثاني يقول انه راح يكون اكثر سوداويه، يعني حاب يوجهه للكبار اكثر وبيعطيه تصنيف لفئه عمريه معينه. حلو حلو، ليش لا؟ لعله يطلع افضل من الجزء الاول اللي انا ما شفته اصلا. مسلسل خاص لشخصية فيجن، أو بالتحديد وايت فيجن، اللي ظهرت منه نسخة في مسلسل واندا فيجن قبل سنتين تقريبا، اللي لما ظهر كذا تضارب مع فيجن الهيكس وصارت له معضلة وجودية وصار مو عارف يكون شرير ولا طيب. وراح تدور أحداث المسلسل حول شخصية وايت فيجن ومحاولاته في استعادة ذكرياته وإنسانيته إن صح القول. ما في معلومات كثير للآن عن المسلسل، ولكن في احتمال كبير يقول انه شخصية واندا قد يكون لها ظهور في هذا المسلسل. ايا كان اللي قاعدين تسووه يا مارفل، ارجوكم لا تجيبوا ام العيد. شخصية فيجن شخصية مرة كويسة، بالله ركزوا. اوكي،
صرح الكاتب والروائي المجنون والرائع جورج آر مارتن وقال يا جماعة إنه وينترفيل وعائلة ستارك أو هاوس أوف ستارك راح يكون لهم ظهور في الموسم الثاني من مسلسل آل التنين. طبعا مش ستارك اللي في جيم أوف ثرونز، ذوليك الأحفاد سنوات كثيرة بينهم، بس عائلة ستارك بشكل عام. غير كذا يا جماعة مثل ما قلت لكم مسلسل هاوس أوف ذا دراجون ما راح نشوفه قبل سنة 2024، يعني سنة 2023 الجاية حتكون فاضية كذا، بعدين تجي 2024 ويمكن شهرين ثلاثة من 2024 بعدين نشوف هاوس أوف ذا دراجون. يقلع عم المشوار يا شيخ. نزلت الحلقتين الأولى من مسلسل المكتب أو النسخة العربية من مسلسل The Office. أنا تابعت الحلقة الأولى والثانية كمان، أوكي المسلسل قدم مستوى كويس، صحيح أنه عندي ملاحظات مرة كثيرة كوني واحد مرة يعشق مسلسل The Office النسخة الأمريكية، بس برضو ما يمنعنا نعطي المسلسل فرصة ونشوف وش بيسوي في قادم الحلقات. اللي سمعت أنه 12 حلقة المسلسل بيكون، فباقي لهم كذا 10 حلقات نشوف وش بيسوي فيه، وبالتوفيق في كل الحالتين. فاكرين قبل فترة كلمتكم عن مسلسل اسمه بابلون اللي قلت لكم انه احداثه راح تدور في فترة انتقال السينما من كونها صامتة والى ناطقة؟ يا السلام عليك، تعجبني يا اخي وانت مذاكر، تعجبني وانت مركز معايا في السلسلة. احب اقول لكم يا جماعة انه تم الاعلان انه النسخة النهائية للفيلم طلعت مدتها 3 ساعات و8 دقائق. دايم 3 ساعات، انا صاير كسلان اتابع فيلم مدته ساعة ونص. لا امزح معاكم يا جماعة، بس فعلا مدة الفيلم فوق 3 ساعات، والاكيد واللي انا باذن الله مراهن عليه انه هذا الفيلم قد يكون احد اهم افلام السنة بلا شك، مش لأن طاقم عمله مرة كبار وجبارين ورهيبين والمخرج كمان ما عليه خلاف، بس برضه لأنه يناقش فترة جدا 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 كانت مهمة في صناعة السينما والتلفزيون. أعلنت HBO إنها راح تطور مسلسل خاص لشخصية Green Lantern، ولا راح يكون مكمل للأحداث أو مرتبط بالفيلم النايم هذاك اللي نزل قبل كم سنة، لا والله نزل زمان، ولكنه راح يكون مسلسل جديد ومن الصفر تماما، وغالبا راح يتم ربطه بعالم DC سينمائي بشكل مباشر، لأنه هذه الخطة أصلا. حلو حلو يا جماعة، شخصية Green Lantern من أهم وأفضل الشخصيات في عالم DC ولها جمهور جدا كبير حول العالم، فلو تعامل قلتوا معها بشكل كويس HBO DC هتطلع حاجة تحفة. إنما إيه، قبل فترة يا جماعة طلع كانيي ويست واتهم تارنتينو كذا اتهام مرة غريب. يقول كانيي يا جماعة انه تارنتينو المخرج الكبير تارنتينو سرق منه فكرة فيلم جانجو. تارنتينو يسرق فكرة فيلم من كانيي ويست، ومش اي فيلم، فيلم جانجو يا راجل، قول خير. عموما سكت تارنتينو كذا الفترة وبعدين قال لا انا لازم اطلع وارد على الانسان الفاضي هذا. وقال تارنتينو يا جماعة انه الكلام هذا غير صحيح وما حصلش خالص. اوكي كان في حوار بينه وبين كانيي ويست، وانه كانيي ويست كان عنده فكرة فيلم عن عبد يغني اغنية اسمها جولد ديجر، فطرح عليه كانيي ويست الفكرة وتارنتينو شاف انها فكرة مضحكة جدا وما تصلح تكون فيلم. وبشكل عام يا جماعة كلنا قاعدين نسمع اخبار كانيي ويست الفترة الاخيرة، قاعد يجيب العيد وقاعد يتلفظ وقاعد يقول كلام مدري وإيش هو بخير ولا صار له شيء في راسه ماني عارف. فقال إيش بالمرة خليني أسرع على تارنتينو وأثير جدل معه. أيا كان اللي أنت قاعد تسويه كانيي ويست حوس بكيفك، أنت حر بدماغك، بس تارنتينو أحب أقولك اخترت الشخص الغلط، الغلط جدا. صدر الإعلان الأول لفيلم Ant Man and the Wasp Quantumania، واللي مثل ما شفتم في فيديو الرياكشن اللي نزلته قبل كم يوم على قناتي كشف لنا أشياء جدا جدا مهمة وكبيرة قادمة لعالم مارفل السينمائي، ولعل أهمها هو ظهور شخصية كانغ الغازي في هذا الفيلم، واللي على إثر ظهوره راح نشوف تطورات وأحداث راح تخلينا نلتقي بكانغ في أفلام مارفل القادمة كشخصية شريرة رئيسية، مثل ما ثانوس كان الشرير القديم والأعظم أو الفاينل بوس في نهاية مرحلة أفلام مارفل السابقة أو في نهاية مراحل مارفل السابقة، كانغ الغازي الآن راح يكون هو الفاينل بوس في المرحلة الجديدة لمارفل. كلام جوته كلام. نتفليكس يا جماعة تجدد مسلسل إليت أو النخبة لموسم رابع. أنا ماني عارف إيش فيها نتفليكس، ما زالت نتفليكس يا جماعة تجدد مسلسلات ما حد يتابعها. يا حد يتابع مسلسل إليت؟ ما في ليش تجددون مسلسل ما حد يتابعه؟ ترى في أشياء كثيرة تقدرون تعملونها يا نتفليكس. أنا شخصيا لو تسألوني وش عندك أفكار لمسلسلات وأفلام بكتب لكم لستة حلوة وبتكون أفكار نظيفة ورهيبة، ترى من جد ما أمزح، جربوني.
مسلسل الخيال العلمي القديم والعريق والرهيب جدا دكتور هو. قررت ديزني يا جماعة انها راح تعرض على منصتها وبشكل حصري في كافة ارجاء العالم. المسلسل هذا يا جماعة مرة ضخم وله شعبية رهيبة جدا حول العالم، فراح تكون فرصة لي ولكم اننا نتابعه ونعطيه فرصة. انا تابعت جزء بسيط منه زمان مرة زمان وناسي حتى متى، ولكن في حال انكم تحبون مسلسلات السفر عبر الزمن، مسلسل دكتور هو قد يلبي احتياجاتكم ويشبع خيالكم في هذا الجانب. وبما أننا في فيديو اليوم تكلمنا عن الممثل هنري كافل، فأحب أقول لكم يا جماعة أنه صرح هنري كافل مؤدي شخصية سوبرمان أو مان أوف ستيل بتصريح يفتح النفس. تعرفون بعد ما قلت لكم في الفيديو الماضي أنه راح يرجع لعالم دي سي كشخصية سوبرمان، إيش قال هنري كافل قبل كم يوم؟ قال أنه اللي شفتوه يا جماعة في فيلم بلاك آدم هذا ما هو إلا شيء بسيط، يقصد ظهوره في مشهد بعد نهاية الفيلم. طيب بداية بسيطة أو شيء بسيط لإيش يا هنري؟ يقول هنري كافل إنه هذه بداية بسيطة لشيء عظيم قادم. يا ساتر يا التصريح، الله عليك يا دي سي، الله عليك يا هنري، أنا متحمس والجمهور متحمس. خذوا وقتكم في إنتاج أي شيء قادم، بس اطربونا، ركزوا، الله يخليكم، الملعب فاضي ومارفل جالسة تهبط، فرصتكم يا جماعة، نبغى نطبل، نبغى نقلب الدنيا فوق تحت من الحماس، بليز يا دي سي. عاد في أخبار حلوة لدي سي بعد شوية كمان. الموسم الثاني من أنمي فينلاند ساغا يا جماعة يحصل على إعلان دعائي جديد. أنا أعتقد والله أعلم ومتأكد بنسبة كبيرة إنه أنمي فينلاند ساغا قد يكون مناسب للناس اللي للآن ما تابعوا أي أنميات وحابين يدخلوا إلى عالم الأنمي، لأنه الأنمي هذا مش مجرد أنمي وفيه خيال وكذب وكذا، لا، أحداث الأنمي هذا تدور في عصر الفايكنج القاسي والمتوحش والحروب والغزوات اللي تصير في هذيك الفترة، بلمسة درامية وتشويقية جدا جدا رهيبة. جربوا تعطوا فينلاند ساغا فرصة لو ما تابعتوه. صدر الإعلان الرسمي والأول لمسلسل 1899 واللي راح يكون من صناع مسلسل دارك الألماني الرهيب. إلى الآن ما اتضحت فكرة المسلسل بالرغم من أنه الإعلان كان فيه تفاصيل كثيرة، ولكن الأغلب أنه المسلسل هذا راح يكون له علاقة بمثلث برمودا بطريقة أو بأخرى، لأنه في الإعلان كان فيه سفينة طبيعية تمشي كذا في طريقها وفجأة ظهرت كذا من العدم سفينة ثانية وبدأت تصير أحداث غامضة ومرعبة لكل السفينتين أو لواحدة من السفن عفوا اللي هي السفينة خويتنا الأصلية. عموما يا جماعة الحماس لهذا المسلسل مرة عالي لفكرته أولا، وكمان لأنه من نفس صناع مسلسل دارك الألماني اللي شفناه على نتفليكس قبل كم سنة. فلو ما تابعتوا مسلسل دارك إلى الآن أحب أقول لكم جربوا تعطوه فرصة، ترى مسلسل جدا مجنون، أي نعم دسم وثقيل في أول كم حلقة، بس بمجرد ما تدخلوا في أحداث المسلسل صدقوني ما راح توقفوا، استمتعوا مقدما. وفيلم أفاتار يا جماعة الجزء الثاني واللي بيكون بعنوان The Way of Water تم الإعلان إنه المدة الرسمية للفيلم راح تكون 3 ساعات و10 دقائق. دايم يا ساتر، لك أن تتخيل أفاتار جزء جديد CGI خيالي وثلاث ساعات، يا ساتر إن شاء الله ما يجي ذاك الوقت إلا وخلصوا صيانة السينما اللي عندنا في الطائف اللي ميرادة تخلص. فلام كثير أبغى أشوفها مقفل السينما، أي شو لكم صرفة. وبالمناسبة عزيزي الوجيه، لو ما تابعت الجزء الأول من فيلم أفاتار أحب أقول لك إنه في ملخص كامل له في قناتي، أو لو إنك تابعته ونسيت أحداثه ما يحتاج تعيد متابعة الفيلم كامل، عندي ملخص في القناة مدته أقل من 20 دقيقة لخصت فيه كامل أحداث الفيلم الأول بحيث تخش على الجزء الثاني وأنت مستعد تماماً. فخش على قناتي وشيك على الفيديو بعد الفيديو، أوكي؟ نتفليكس يا جماعة صممت بوت على الديسكورد. البوت هذا يفترض انه يخليك انت واصدقائك تتابعون الافلام مع بعض ويحط لكم عداد تنازلي قبل ما يبدأ الفيلم، وحتى لو كانوا اصدقائك من جنسيات مختلفة يقدرون يختارون الترجمة الخاصة فيهم. يعني لو انت عربي يحط ترجمة عربية، صديقك هندي يحط ترجمة هندية، صديقك الثاني من بريطانيا يحط ترجمة انجليزية، وكلكم تتابعوا في نفس الوقت. وبعد ما ينتهي الفيلم او المسلسل او ايا كان الشيء اللي انتم تتابعوه ينفتح لكم كذا مجال للنقاش والسواليف عن الفيلم او ايا كان الشيء اللي تابعته. الفكره مره حلوه، بس المشكله انها من مين؟ من نتفليكس. غير انه انا اصلا ما عندي تواجد كثير على الديسكورد، يا دوبك الاشياء الاساسيه وافقع، ولكن اعتقد انه في ناس كثير راح يعجبهم هذا البوت. نزلت او راح تنزل على حسب وقت نزول هذا الفيديو يعني حلقه خاصه لمسلسل الكوميديا الكرتوني ذا سيمبسون. الحلقه هذه يا جماعه راح تكون خاصه بعيد الهالوين، ولكن العجيب فيها انه ذا سيمبسون غيروا اسلوب الرسم فيها بشكل كامل، او الاستديو المشرف على مسلسل سيمبسون. غير انه الحلقه هذه المخصصه للهالوين اقتبست قصه انمي ديث نوت الشهير وراح تقدمها بشكل جدا ساخر وكوميدي. ذا سيمبسون وش متوقعين يعني؟ للأمانة
انا شفت اعلان الحلقه الرسم والتحريك فيها جدا جدا رهيب، وحكايه انك تشوف قصه ديث نوت الجريئه والسوداويه ولكن بقالب كوميدي اشوف انها فكره مره جميله وينفع الواحد يغير فيها جو، ليش لا. المخرج والكاتب جيمس غان يا جماعة، اللي أخرج وكتب Guardian of the Galaxy، واللي أخرج وكتب فيلم Suicide Squad برضه. أحب أقول لكم يا جماعة إنه تم تعيينه كمدير تنفيذي لشركة دي سي، لاستديوهات دي سي. أعمال دي سي القادمة راح يكون هو المشرف أو المدير التنفيذي لهذه الأعمال ولهذه الشركة ولهذا الكيان. وبالرغم من إنه دي سي ومارفل شركات يعتبرون منافسين لبعض، إلا إنه جيمس غان قال للجمهور وطمأنهم، فيما معناه قال لهم انه علاقته بكيفن فايجي اللي هو مدير مارفل جدا ممتازة، بل انه كان من اوائل الناس اللي زفل لهم خبر توظيفه كمدير تنفيذي في شركة دي سي. واضاف على كلامه وقال انه مارفل ودي سي عندهم هدف مشترك، لا 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 تحمس، مش افلام مشتركة، لا هدف مشترك، وهي انهم يحافظون على تجربة الجمهور في السينما اولا، اما الاشياء الثانية اللي قاعدين يخترعوها الجمهور ما لها وجود. اوكي هم قاعدين يتنافسوا بس منافستهم جدا نظيفة وما فيها دق في بعض. طبعا ما زال جيمس غان عنده مشروعين شغال فيها مع مارفل، المشروع الاول وهو فيلم قصير لحراس المجره راح ينزل في عطله نهايه السنه والكريسماس، والمشروع الثاني راح يكون الجزء الثالث لسلسله حراس المجره او Guardian of the Galaxy واللي بينزل سنه 2023. بمعنى يا جماعه انه جيمس غان الى سنه 23 راح يكون مع دي سي ومع مارفل في نفس الوقت والامور طيبه. بعد كذا غالبا راح يتفرغ للعمل كمدير تنفيذي مع دي سي، ويمكن ما عاد نشوفه يشتغل مع مارفل. كلا الحالتين Good luck James Gunn. انتم ايش رايكم في هذا الخبر يا جماعة؟ وهل تتوقعون انه James Gunn راح يضبط المظبيط في DC ولا ممكن يجيبهم العيد؟ وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجودة في صندوق الوصف، وقناة الالعاب برضو تبعي راح تلاقوها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.